بالك ربما 40 يوم كتب لكم رونديفو نتصدر 43 ألف مواطن اللي استفاد من التلقيح، منهم 19 ألف دار الجرعة الثانية. اليوم نعاولوا باش يكون 25 ألف إن شاء الله في هذه الأيامات الجاية، باش يكون 25 ألف مواطن اللي يتلقى هذه الجرعة الأولى، ونستمر كذلك إلى نهاية السنة باش يكون على الأقل نصل لمناعة جماعية. ولاية خنشلة كباقي ولايات الوطن اتخذت عدة إجراءات من أجل تسريع هذه العملية، وذلك بتخصيص 40 مركز ثابت للتلقيح موزع على 21 بلدية، بالإضافة إلى 23 قاعة علاج و 13 فرقة متنقلة. تم تجنيد أزيد من 90 طبيب و 144 شبه طبي وأكثر من 70 إداري لتغطية هذه العملية.